سلام الله عليكم أيها الرائعون أيتها الرائعات، عدنا والعود أحمد. مرحبا بكم في هذا الفيديو، شكرا على الحضور وعلى جمجموا ولا تخمموا. وغادي نطرقوا في هذا الفيديو لبعض المواضيع الهامة وبعض المستجدات اللي هي غاية في الأهمية. غادي نبداو بأهم ما جاء في الخطاب الملكي، وملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم. وكذلك غادي نهضروا على ماكرون، هل ستنجح هذه القمة المصغرة اللي غادي يدير فرنسا؟ واش غادي يقدر يجمع مرة أخرى بين المغرب والجزائر وإسبانيا؟ كذلك غنهضروا على حفيظ الدراجي وهو يتطاول بعد الخطاب الملكي، وأول مرة وهذا رأيي أنه يتكلم على الجزائر والجزائريين بلا ما يشعر. غادي نتكلموا كذلك على الحملة الشرسة الجزائرية ضد الشيخ الريسوني، وحتى علماء الجزائر تحليهم الفام. إذن هاشتاج في الجزائر ينتشر، أين طائرات الكنادير؟ أين طائرات الإطفاء؟ نواصل بعد الفاصل فلا تذهبوا بعيدا، فابقوا معنا. غادي نبداو بالخطاب الملكي وأهم ما جاء فيه. رسالة واضحة اللي وجهها جلالة الملك، خاصة كما رأى كثير من المتتبعين أو المراقبين، أن الكلام موجه لفرنسا وأمثالها، كيف ما موجه لإيطاليا، كيف ما موجه لتركيا، وقال على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات. لذا ننتظر من بعض الدول اللي كتبنا مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء باش توضح المواقف ديالها بشكل لا يقبل التأويل. حين يدعو جلالة الملك، إخواني وأخواتي، بعض الدول اللي كترتبط مع المغرب بشراكات وشراكات كبيرة بزاف، خاصها ضروري توضح المواقف ديالها، تحيد الالتباس مع أننا نعلم نياتها. أنا أرى هنا فرنسا هي رقم واحد المقصودة، لأنها عارفة قضية الصحراء المغربية ولا الصحراء الشرقية أكثر من غيرها. بعض الدول كذلك تجيد الوقوف في المناطق الرمادية وتبدع في المواقف الضبابية، ولكن كينساو على أن هذا الزمن هذا ما بقاش فيه ازدواجية المعايير، كل شيء واضح، كاين الانفتاح المعلوماتي، الناس ولاو كانوا ما كيعرفوش بعض الحوايج، كانوا مغيبين، ولكن الآن غير بضغطة وحدة كدير ها انت تقلب على المعلومة، تسول، تفرج هنا تفرج هنا، غتوضح لك الرؤية إذا كنتي باغي تعرف المعلومة الصحيحة. لقد قالها جلالة الملك بوضوح، موقف الدول من ملف الصحراء المغربية سيكون هو مقياس الصداقات والشراكات بالنسبة للمغرب. إذن داك التفلية وداك اللعب الخاوي ما عندنا ما نديرو به. هاد الزمان ماشي هو الزمن ديال المجاملات والمثاليات الزائفة اللي عشنا فيها سنوات طوال، بل هذا زمن الصدق والوضوح بالمواقف، إما معي أو ضدي، إما معانا ولا مع غانا، كاع داكشي ديال القوالب ما عندنا ما نديرو به. هاد الزمان هذا كيصطفوا الناس، كيتحالفوا، اقصد الدول، ولا مكان للمناطق والمواقف الرمادية، اما تكون واضح معنا ولا ماشي معنا. والصحراء المغربية تهم المغرب وهي النظارة التي ننظر بها، مع اننا نعلم علم اليقين على ان الجزائر دولة او الكيان الجزائري يعلم علما يقينيا على ان الصحراء المغربية ما عندهاش علاقة بأي مشكل من المشاكل، وإنما كما يقول الجزائريون أخروا واحد، شفت زيطوط هذا المعارض ديالهم، زيطوط اللي راه كتعرفوه، قال لهم راه المشكل ماشي هو الصحراء الغربية المغربية، ماشي هو، ما قالش المغربية، قال الصحراء الغربية، ماشي هذا هو المشكل، المشكل هو باش يقلبوا ليهم البوصلة على المشكل الحقيقي، وهو أنهم كيشوفوا أن المغرب غادي يتجه باش ياخذ الصحراء الشرقية ديالو، طال الزمان أم قصور، لأن الصحراء الشرقية ما كاينش شي حد في الجزائريين اللي عنده جرام ديال العقل،
يقدر يقول لك انها راه ماشي مغربيه. قبل كانت غير الامبراطوريه العثمانيه والامبراطوريه المغربيه، السلطان في اسطنبول والسلطان في المغرب هما اللي كانوا، ما كانتش حاجه سميتها الجزائر. ولهذا الجزائر كانت غير اراضي اللي هي استقطعت من الدول، من مالي، من هنا، من الدول المجاوره. اشنو دارت تركيا؟ انا غادي نرجع الله يخليكم للموضوع. تركيا من بعد تقريبا 400 سنه وهي كدير داكشي اللي كدير تما وفرخات ولادها هنا، ملي بغات تمشي باعت هذيك الاراضي ودارت اتفاقيات معينه مع من؟ مع فرنسا. فرنسا علاش تسمات ماما فرنسا؟ لان لقات وليدات هكا، قالت اراد الوليدات غنربيهم على يدي والعصا لمن عصا. بقاو 132 سنه. في السنوات الاخرانيه فرنسا ما كانوش كيظنوا على انهم، يعني خاصه 40 سنه الاخرى، ما كانوش كيظنوا على انهم صافي غادي يخليوا المقاطعه ديالهم وغادي يحكموها من بعيد بالتيليكوموند ويعطيوها وثيقه الحكم الذاتي. لا، كانوا كيقولوا لا، غنبقاو حنا اللي مسيرين والمنافقين والعملاء وكذا، ها هما خدامين معنا هنايا. على كل حال قدر الله وما شاء فعل. باش نختصروا، الصحراء الشرقيه مغربيه ولا غالبه الا الله. اذا ماكرون ما نساوش هذه القمه المصغره اللي بغى يدير في فرنسا واللي بغى يجمع فيها المغرب والجزائر واسبانيا. ربما ستنتهي هذه الازمه ما بين المغرب والجزائر حسب ما جاء في مغرب انتيليجنس، الموقع معروف ديال مغرب انتيليجنس. قال على ان ماكرون غادي يقدم هذا المقترح للمسؤولين الجزائريين، غادي يمشي غادي يزورهم زياره مرتقبه نهار 25 و26، بمعنى من دابا واحد 3 ايام ولا 4 ايام غادي يكون يعني هز الشطايطو ومشى للجزائر. الخطاب الملكي حط ماكرون في موقف حرج، موقف بايخ، موقف لا يحسد عليه. يمكن نقولوا على ان الخطاب الملكي واحد الاطار اللي خص ماكرون يمشي، هو عارف راسه محاط بهذا الاطار، ما يمشيش للجزائر، ما يدير حتى شي حاجه، ما يتحرك، ما ينفنف الا وهانت ها هي الخطوط الحمراء، ها هي الخطوط الرئيسيه، ها هي القواعد. ماكرون يعني سير، ولكن ها شنو كاين؟ ما يمكنش اي حاجه دار من غير الكلام هذا اللي جاء في الخطاب. ملف الصحراء المغربيه هو النظاره التي ننظر بها الى العالم. خلاص، اما تكون معنا واضح في بياض واما تكون في سواد. اذا هذه ضربه استباقيه في الصميم، ماكرون لا يحسد عليها. كنعرفوا على ان فرنسا هي من اخذت اراضينا، هي اللي اعطتهم بعض ولاد تركيا، هذه هو الواقع. فرنسا هي اللي الان لو خرجت الخرائط اللي لقات وتقول لك ها الواقع على ان الامبراطوريه المغربيه، السلطان المغربي، ها شنو كانوا كيملكوا المغاربه، ها الاراضي ديالهم، ها هي مغنيه وتلمسان وما جاورهما، ها هي تندفوا بالشر وما جاورهما. اذا بلا ما نبقاو نضحكوا على الناس، حنا كنعتبروكم شفاره سراقين كتعيشوا على ارض ماشي ديالكم، خص يكون عندكم القلب ويكون عندكم النفس. انا كنقصد اللي كيتكلم معنا بتعالٍ، اللي كيتكلم معنا بعداء، اللي كيعتبرنا العدو الكلاسيكي. حنا مجرد كنطلبوا الارض ديالنا، الارض ديالنا غادي نوصلوا ليها. هذا جيل جديد، حنا والجيل ديال ولادنا والجيل ديال حفادنا ان شاء الله غادي يدافع بكل ما اوتي من قوه من اجل استرداد اراضيه. كيف ذلك؟ كنقول على اننا كنا ونحن الان وسنبقى تحت رايه الملكيه المغربيه. امير المؤمنين الملك في المغرب كنحسبوه ولي الامر ديالنا، فاحنا ما كنقولوا غير ارضنا هذيك خصنا ناخذوها بحال من الاحوال. كيفاش؟ يمتى؟ ان شاء الله احنا تحت رايه واحده موحده. واضح الكلام هنايا؟ اذا غادي نمشيو لحفيظ الدراجي، واحد من ولاد الكراغله، واللي بغى يفهمني ما يفهمنيش شغلو هذاك. ملي كنقول ولاد الكراغله انا كنقصد ولاد الكراغله، اللي قال هذاك الدكتور اللي هضرنا عليه البارح، هذاك المهرطق ديال الجزائر، هذاك محمد، هذاك الوسخ اللي سميتو هضرنا عليه غير البارح، قال لك حنا اعترف في واحد الفيديو شفتو ليه والله مؤسف، قال لك حنا ما نعرفش شحال 40 مليون كرهولي وانا افتخر. كيما كرهولي راه ما كتعنيش على انها شي حاجه زوينه. وقال لك حتى المغاربه كراغله، وبدا كيجيب الادله، هذه راه كره، هذه الكلمه اصلها تركي، هاد الديكور، ولا بدا كيهضر على مواد اصلها تركيه. لا، حنا ملي كنقولوا الكراغله ابناء العبيد والخدم اللي استغلوا، واضح، اللي استغلوا واحد الفئه، ها
هذيك الفئة اللي استغلت خارجة أولاد وأحفاد ودارارارارا. هنا كنهضروا على لقطاء لقطاء، ما تهضر ليش انت على حنا حاشا ولله انت نعتو الشعب الجزائري بهذاك الشيء باش كتنعتو انت وتقول كرغولي وانا افتخر كراغيله وانا افتخر. لا حنا كنقول لك كنهضروا لكم على ان هذه المجموعه الوسخه اللي جاي منها هادو اللي محكمين فيكم، ولا الابواق امثالك ولا دراجي ولا هاد الامثال، هادو هما اللي كنقصدوا بهم حاشا ولله باش يكونوا جايين من شي بلاصه نقيه. واضح حتى لهنا؟ اذا حافظ الدراجي واخر تدوينه ديالو اللي كيتعدى فعلا على حدود المغرب والمغاربة من بعد الخطاب الملكي، هو مستفز هذا يعني هاد وجهك فيه طول وفي وجوه الكلاب طول مستفز. ما مبقاوش كما كيقولوا شحال من وحدين ودنين الارنب ودنين الثعلب، لا انا ما ندخلش في هذاك الشيء، انا كنشوف الوقاحة وقمة الدناءة اللي هاد شبه الصحفي المهرنق الرياضي اللي ولا كيدير ضد المغرب احيانا بالإيحاءات احيانا بالتصريحات، اساليب كيستعمل اللي هي مستوحات حقيقه من مجاري المياه النتنه التي تركتها تركيا هنالك، هذا الصرف الصحي الذي تركه الجيش الانكشاري لبارباروزا، هادو الاخوه الثلاثه اصحاب اللحيه الحمر، هادو اللي خلاو تما وفرخوا ليا امثال هذا. احنا على هادو كنهضروا، على هاد الفئه واللي كان هو كينتسب لهاد الفئه، فراه حنا كنقصدوه كنقصدوه هو. اذا كتب دراجي في هاد التدوينه، وهذه شفتها غير قبل قليل، اللي دار في الصفحه الرسميه ديالو في تويتر كيقول فيها ليس أسوأ، ولكن هنا بلاتي الله يجازيكم بخير، ستوب ستوب بلاتي هي باش نكونوا واضحين. انا ملي كنقرا هاد التدوينه اللي غادي نقراوها مع بعضنا دابا، انا كنشوف انه كيتكلم على نفسه وعلى هذيك البلاصه فين عايشين، يعني هادو اللي سميتو اللي ما عندهمش الكنادير، اكثر من اللي كيتكلم على شي واحد اخر. كيقول في هاد التدوينه ليس أسوأ في الحياه، هي ليس أسوأ ما في الحياه، ولكن العربيه التركه يعني ديال اللي جايه من تركيا والمفرنسة اللي مخلطه ومعجونه هكا بالجن في اللبن والعفريت في الشلاضه ومرشوشه بجافيل، ما كتعطيك لا عربيه ما كتعطيك والو. هذه هي الثقافه، هذه هي الهويه اللي هضر عليها ماكرون، الهويه اللي هضر عليها شارل ديغول، هذه هي الهويه اللي هي منعدمه. اذا غنكملوا التدوينه، لان بعض المرات استفز ملي كنشوف العربيه يكرمخونها تكرمخان، ما كاينه غير كرمخ كرمخ في اللغه. ليس أسوأ في الحياة يقول من جار السوء يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يخونك ويغدر بك ويتلصص عليك ويؤذيك، يتآمر عليك وينافقك ويتحالف مع الشيطان ضدك، مع الشيطان كيقصد ربما مع إيران وروسيا ومع يوشي بك ويتجسس عليك ويحرض ضدك، يغار منك ويحسدك، يغار منك هذه مهمة بزاف، يغار منك على الطوابير، يغار منك على الكنادير اللي ما كيناش، يغار منك على الرئيس الطرطور اللي مشاف ديك النهار في المعريضة عباد الله، الناس كيبيعوا التليفونات والاخر كيبيع التراكتورات، يسمع امريكانيين بدا كيهضر لهم على الكنادير، قال لهم كان الكنادير تعالي غيجيب لي الصرف من جيبه وغادي يخلص الكنادير وغادي يصيفطوها لي في الميساج في الواتساب. هذا راه واقع، هذا داك النهار كيهضر في الكنادير تبون مجيدو، كيهضر على الكنادير الطيارات ديال اطفاء الحريق، كيهضر مع من مع ناس ما عندهم حتى علاقه لا بالطيارات ولا بتا شي حاجه في المعرض، مشى كيزور المعرض تعيليه كل شيء اي ميريكاني كيعرف في الكنادير، وميريكان هي اللي كتصدر الكنادير وما عارفش. عباد الله خلينا هذه اختها ديال جورج واشنطن والكابوس جا عندك سميتو عبد القادر، واخا شوف قال لك ويحسدوك، علاش غنحسدوك؟ واش الطوابير ما شافوهاش العالم هاد العامين؟ العالم كتوصل جوج كيلومتر، واش عباد الله هذاك الشيء كذبنا عليكم فيه؟ غنحسدوكم على العذاب، على الخضره اللي كتسقيوها بالواد الحار، غنسقيو على المستشفيات اللي ما كاينش سبيطار عين النعجه هو اللي كاين تما كيمشيو ليه غير اسميه، اما الكباري راهي من الطاليان كيمشيو لها هو في جنوب افريقيا، هذا ديال الصعاليك اللي كتمولوه يا حفيظ يا دراجي، هو والعصابه ديال المرتزقه من اموال هذا الشعب اللي كنقولوا على ان نحن من يدافع على الجزائريين منكم ايها العصابه الخائنه المنافقة المارقة، حنا اللي كندافعوا عليهم. إذا نكمل التدوينة بعد عاد نمشي لواحد الموضوع زوين بزاف. إذا قال لك ويحسدك يدعو عليك ويتمنى زوال نعمة الله عليك، راه النعمة كاينة غير عندك وعند جمال ريان والأمثال ديالكم وهذيك بنقنا العملاء اللي كيشدوا الفلوس من عند العصابة الحاكمة
وهذاك الشيء اللي كيضرب هذوك الناس كلهم مساكن اللي هما في الجزائر، هذوك الناس اللي عايشين العذاب الاليم. وكيقول في الاخر ديال التدوينه: صدق من قال جار السوء اشد البلاء، جار السوء اشد البلاء. هذه نقلتها من عندنا دراجي، هذه جلاله الملك الحسن الثاني هو اللي قال بغينا العالم يعرف مع من حشرنا الله في الجوار، مع من حشرنا الله في الجوار. وهذه راه حقيقه الاخوه والاخوات. واش كنشوفوا في الجوار؟ كاينين الناس عاديين فيهم انسانيه، فيهم حب وحنان، فيهم اسلام وحسن الجوار، فيهم تاخي وحب الخير. واش كنشوفوا هادشي؟ نعم ام لا؟ الجواب ماذا؟ الجواب هو لا. واش كنشوفوا هاد الجزائر الكيان الجزائري محتل لجمهوريه القبائل، اقدم مستعمره في افريقيا. ولهذا كنقولوا ملي كنهضروا حنا على الجزائر رحنا كنهضروا من باب انساني، من باب اخوي، من باب حقوقي. ناس 12 مليون يطالبون اعطيهم تقرير المصير، يالله سهله والله تعطيو حق تقرير المصير لجمهوريه القبائل، للشعب القبائلي. خلي الازواد وخلي مساكن هذوك الله يحسن عوانهم، الماء باش يشربوا ما بقاوش لاقيين النور، هضرت عليهم هي مؤخرا. الا اعطيتهم حق تقرير المصير، هذا هو الشعب المستضعف، اقدم مستعمره في افريقيا. انا والله ما باقي نطلع، ان شاء الله تنغبر. اعطيهم قولوا لهم يلا يديروا لهم استفتاء عادي ويكونوا مراقبين هكا دوليين. يلا رحنا ملي كنتكلموا عارفين علاش كنتكلموا. الصحراء الشرقيه كنقولوا ديالنا، وانكم قاعدين على اراضي مسروقه بغض النظر عن سارقها وهو من انجبكم. انا اقصد العاصبه ومن العصابه عفوا ومن وازلامهم ومن على شاكلتهم والذين يتبعونهم. اذا هادوك اللي خداو الارض واستقطعوها، خداوها للمغرب من اللي كانت، ومن اللي كانت الدوله الموحديه في حاله ضعف كما قلت. دازت ظروف في المغرب، في بعض الاحيان، بعض المراحل كنا في حاله وهن، في حاله ضعف، فاستقطعت فرنسا، اخذت يعني ما اخذت واعطتكم، وانتم راضيين ومرتاحين قاعدين على ارض مسروقه. والله العظيم الله كيقولوا في المغرب: اش الله يعطيني وجهك، الله اش غادير به، اش غادي يعطيني الله وجهك اش غندير به، ديال التكرميخ وديال التصرفيق وديال اش كيقولوا في مراكش، التصرفيق البغري مسمن. إذا غنمشيو لحملة جزائرية ضد الشيخ الريسوني، وهذه تقريبا في جميع المجلات والصحف الجزائرية اليوم، وتنقلتها كذلك بعض الصحف المغربية كعناوين عريضة. هذا عنوان ماشي عادي، لا لا لا، كما كنشوفوا هنا قدامكم وكالة الأنباء الجزائرية كتقول جمعية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقرر تجميد نشاطها في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. إذا كتشوفوا قدامكم هذه هي الصورة ديال رئيس ديال العلماء ديال الجزائر. هنايا كنشوفوا تحت عنوان كدير الإذاعة الجزائرية: سقطة الريسوني، وهادشي غير قبيلة. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمدات النشاط ديالها كما كيبان لكم في العنوان، في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. صافي حنا غادي نجمدوا، ما خدامينش حنا، ما معاكمش. علاش؟ انا جاي لكم علاش. كما كتشوفوا هنايا قرار صارم ضد الريسوني. اذا اشنو وقع؟ قال لك سيدي الريسوني من بعد ما هضر على الصحراء الشرقيه ومن بعد ما قال المغاربه احنا 35 مليون ومستطعين ومستعدين باش ندافعوا على بلادنا بالغالي والنفيس، واذا جلاله الملك يعني امرنا باي حاجه غادي نقولوا سمعا وطاعه. وقضيه تندو، قضيه الصحراء الشرقيه، باختصار ما قاله الشيخ الريسوني الذي تكالب عليه الكلاب الضاله والجراثيم البشريه، منهم الخونه عملاء الجزائر اللي هما فهمتي كاين شي بلا ما نذكر بعض الاسماء ديالهم لان ما نبغيش ندير لهم الاشهار، بحال اللي وقع في واحد الموضوع مؤخرا، بعض الخونه والانفصاليين، هذا في المانيا، هذا في كندا، هذا من هنا، جاو شي وحدين من المرتزقه ديال اليوتيوب داروا لهم اشهار كبير، كانوا عندهم 5000 4000 مشاهده، ولاو كيحققوا 100000 فما فوق مشاهده في اليوم. اذا شكون اللي شهرهم؟ بعض الناس اللي هما كاين في المنطقه الرماديه. ما هما هكا
كيقول لك وطنيين وتسمع كلامهم وتسمع التسجيلات كيبان لك خوانا حقيقيين كما قال الشاعر وهذه قلتها لكم في الفيديو الاخر بسمع كلامك صدائك بشوف امورك استعجب. اذا شنو كيقولوا هاد العلماء ديال الجزائر؟ قال لك سيدي على اننا نقرر نحن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجميد النشاط ديالنا من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وذلك بسبب تصريحات أحمد الريسوني. عبد الرزاق قصوم اللي كتشوفيه في الصورة قدامكم اللي كتشوفوه تبارك الله وجهه نور على نور كيشعل، هذا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذا اللي كتشوفوا تبارك الله كيبان عليه النور ديال الايمان وديال العلم، هذا اللي هو كيدخل بالنسبه لي انا في خانه عملاء لا علماء، بالنسبه لي انا كيدخل في خانه دعاة على ابواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها، دعاة على ابواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال لك سيدي بالله راه صافي النشاط ديال الجمعيه ديال الاتحاد العلماء ديال كذا غادا تجمد، وكنشترطوا قال لك باش نرجعوا جوج ديال الحوايج، الشيخ الريسوني يقدم اعتذار ويكون صريح ودقيق وواضح، بمعنى يقول بالله الصحراء الشرقيه ماشي مغربيه وشي من هذا القبيل. مساله اخرى وكياكدوا عليها هادو الهلماء ديال العملاء ديال هادو ديال سميتو، قال لك ويقدم الاستقالة ديالو من المنصب ديالو. ما أوقحكم وما أخبتكم وما أنزلكم وتنتسبون إلى الإسلام بريء منكم، دعاة على أبواب جهنم من تبعكم قذفتموه فيها. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جرف حل بيان توضيحي إخواني وأخواتي على أن المقابلات والمقالات ديال الأمين العام أو السيد الرئيس اللي هو المغربي الشيخ الدكتور الريسوني تعبر عن رأي قائلها فقط، هذه حرية الرأي والتعبير، هذا الشيء ماشي بالضرورة أنه يعبر أو يمثل الرأي ديال الاتحاد العالمي، واضح الكلام ديال الاتحاد العالمي. إذن أشنو أنتم يا جزائر ثم مضى صباحا وترك ما ترك فوق وبلا ما تخليونا نبقاو نخرجوا اللعيب كنعيا حتى كنقولوا صافي كنقولوا غادي نبقاو هادي ونحشموا منكم، ولكن ملي كتسمع هيئة علماء كذا وجههم مطحون بحال الا بيتين كيضربوا محيا وصابحين ضاربين اللبن حامض مع 8 الصباح، تقول يا علماء كذا راه باينين راه باين العلماء راه كتلقاهم نور على نور وكيبان لك فيهم سبحان الله العظيم، راه كتشوفهم كتقول والله ما هذا بوجه كذاب، ولكن ملي كتشوف واحد تحت حذاء العسكر تحت حذاء الشنقريحه كتشوف واحد كيخرج بيان عسكري باسم الاسلام، ايه بيان عسكري باسم ماذا؟ باسم، فهذا والله لا يحترم. اذا غادي نمشيو لاهم شيء اللي خص الجزائريين يكونوا كيهضروا فيه ويفكروا فيه ويحسوا به ويتفاعلوا معاه، بلاصه هاد الطرهات ديالهم اما الصحراء الشرقيه مغربيه راه مغربيه، والتاريخ بيننا والمستقبل ان شاء الله سيكون بيننا. اين هي طائرات الاطفاء؟ هاشتاغ طلقوا الجزائريين، ماشي احنا في جميع شبكات التواصل الاجتماعي في جميع المنصات من بعد الفشل ديال السلطات في اخماد الحرائق في كل مكان في الجزائر، وشفنا صور ما نقدروش نبينوها لانها ممنوعه والله الا مصيبه سوداء، الناس كيهزوهم في البيكوبات كيديهم سبيطار في البيكوب، عيالات ورجال حيوانات كلشي مجموع في بيكوب وحده، كاين شي حوايج اللي بالنسبه لنا ما نقدرش نبين لكم، كاين حوايج ممنوعه، مصائب عظمى، هذا هو اهم شيء يا تبون، هذا هو اهم شيء يا شنقريحة، اهم شيء هو انكم احرقتم جمهوريه القبائل العام اللي فات، وقدمنا لكم المساعده وبغينا ننطلقوا انطلق يا غرانديزر من باب المساعده لاننا رجال ابناء المملكه المغربيه الشريفه، فرفضتم، لماذا؟ لانكم اردتم ابناء القبائل المساكين المحتلين من طرفكم باش يوقع لهم داكشي اللي وقع لكم، كان عندكم وقت كافي تماما باش تخدموا وتجيبوا الطياره تيك الملايير هذا العام مع الازمه ديال اوكرانيا وروسيا، الملايير ديال الدولارات كتدخلكم هكاك، فين كتمشي؟ هذا سؤال، المصارف ديالكم البنكيه عبر العالم ونساكم وبناتكم وولادكم، ولكن الجزائريين علاش كنقولوا نحن من ندافع عليكم باسم الاسلام وباسم الانسانيه، الجزائريين ما يستحقوش كنادير ولا جوج اللي دايره ارخص من الطائرات اللي كيركب فيهم هذا زعيم الصعاليك ديال تندوف وهي جزائريه،
إذن واش كلامنا صحيح ومعقول ولا لا؟ مصرع عشرات الجزائريين في موجة الحرائق التي تشهدها العديد من الولايات الجزائرية. كثير من النشطاء في الجزائر غضبوا، كثير من المدونين دونوا، كثير من المعلقين علقوا وداروا حملة في موقع التواصل الاجتماعي وداروا هاشتاج أين طائرات الإطفاء، كيسألوا الحكومة عن سبب تأخر ديالها، علاش ما تجيبش، علاش ما تشريش طائرة خاصة لمواجهة النيران المنتشرة في كل مكان، ومن بعد يقول لك من عند روسيا جبنا طيارة واحدة مكرية، وكيقول وزير الداخلية ماذا؟ قال لك خسرت 3 ايام قبل ما تشعل العافية، وحدة خاسرة، وحدة خصكم تجيبوه الميكانيك يحيد ليها الصدى، ولا مالكم ديكشي ديال الخردة وحدة. هادشي الاخوان والله ما كنمثلو ما كنزيدوش، هادشي بزاف باش تسمع بني البشر قدامنا ونحن ندافع عنهم وهما كيحقدوا علينا، ندافع عنهم وهما مازالين هكا كيسمعوا الكذوب ديال هادوك اللي كيقولوا علينا العدو الكلاسيكي. هادشي راه ما والله ما نبغي وما نبغيوه ليكم. انا خاوة ما كنقولهاش، انا كنعرف واحد الفئة اللي هادي ما كان، وما يمكن ليش نقول خاوة حتى يتبين يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليلة ولا من الفجر بكل وضوح على أنكم فعلا باغين. أما دابا الآن كنحسبكم يعني في الناس يعني الفئة الصامتة المغلوبة على أمرها، ونحن ندافع عنكم، نحن ندافع عنكم لأنكم لا تستطيعون الدفاع عن أنفسكم، لأن الصحافة المستقلة الصحافة الحرة مقموعة، بعضهم في السجون وبعضهم مقموع في بيته، ما كايناش صحافة حرة الآن في الجزائر، كاينة صحافة ما يسمى بالواد الحار، صحافة الصرف الصحي هو اللي كاين دابا، العملاء بحال هادو اللي سمعنا دابا قال لك الريسوني يقدم الاعتذار الصريح الواضح الدقيق ويطلب كالك ويخرج في حالاته، قال لك ويلكم ويحكم يا أحفاد مسيلمة الكذاب، ويحكم يا عملاء لا علماء، ويحكم كتجرؤوا حتى هالدرجة على شيخكم وسيدكم الدكتور الريسوني وما قال إلا حقا. أيها الرائعون والرائعات، ربما أتينا على نهاية هذه الحلقة، وأعتذر إن كنت أحيانا كيطلع لي الدم فحال كنتحمس واحد شوية، ولكن وخا هي كنوجد راسي قبل الحلقة من بعد البحث والإعداد والترتيب، كنشرب هكا شي عصير بارد مثلا بحال العصير ديال جي دورونج باش نتكالما، ولكن مع ذلك وعرفتوا العصير ديال جي دورونج نورمالمون يعني نورمالمون كيكالمي، ولكن كنلقى راسي دخلت ملي كتسمع هاد العملاء كيفاش كيهضروا مع من جاورنا الله مع من حشرنا الله في الجوار، وأنه توجد حديقة يعني بين القرويين والقيروان توجد حديقة حيوان رحم الله وقائلها. إذن إخوة الأخوات تعاونوا معنا، جمجموا ولا تخمموا الله يخليكم، إلى لاحظتوا أغلب الفيديوهات الشهرين ما فيهاش الإشهار يعني لا تفعل، يعني أننا نحارب من جهات حقيقية كيعرفوا الصوت ديالنا قوي وكيوصل هاد الناس اللي كنحاولوا ندافعوا عليهم، ولكنهم هما ما باغيينش كيفما يكونوا يولى عليهم. حنا بغينا أرضنا، بغينا الصحراء الشرقية، وما تدوخوناش ما تدوخوناش الصحراء المغربية، مغربية من زمان الصحراء الشرقية، هذا هو الملف اللي تفتح دابا. لقد حرك الشيخ الريسوني المياه الراكدة، المياه الراكدة قد تحركت إخواني وأخواتي، الصحراء الشرقية دائما، الصحراء الشرقية مغربية، هاشتاغ الصحراء الشرقية مغربية، ما يخلعوكمش هادوك اللي جيتوك، راه البروتوكول الخاوي. شتوهم داك النهار في المعرض ديال الاستعراض قال لك ديال الستين ديال الاستقلال، هو ما كاين لا استقلال لا والو، وفي ديك الاستعراض شنو هاي هو هو هي هادو العسكر ديال والله لا حمق بالله، مش واحد عنده بول لا إرادي عنده غادي في 90 عام هو اللي حاكم هما الوطن. المهم ما عليناش، الأرض ديالنا غترجع علينا إن شاء الله، وهاشتاق دائما جمهورية القبائل إن شاء الله مستقلة، لا للاحتلال الجزائري لجمهورية القبائل، وطارد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي. الهاشتاغات هادو ما خصناش ننساوهم. كان معكم حبيب الجماهير في هذه الحلقة، شكرا جزيلا على تتبعكم، وجمجموا ولا تخمموا حتى الفيديو ديال غدا إن شاء الله، إلى اللقاء. مغربنا حر الأعلام هازين، ناويين الخير وبدعوة نرد العين ونقولوا كي قال سيدنا، اللهم كدر حسادنا، اللهم كدر حسادنا، اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد
ثاني كثرة المنتزهات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه.